اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف فيديو جديد. وفي الفيديو ده ان شاء الله تكون اول مرة نلعب لعبة سيرفايفل. طبعا انا جيم سيرفايفل، معلش. فطبعا يعني انا بلعب جيم سيرفايفل، محدش يجي يقول لي على فكرة انت بتعيد وتزيد على الناس. في ناس كتيرة جدا لعبوا جيم سيرفايفل، بس انا يعني انا برضو يعني احترم رأيكم ان انا ازيد عليهم، بس كل واحد عايز يعمل اللي هو يعمله. مش هتجبرني ان انا اعمل كده وانا مش كده، لا حبيبي، انت خليك بس اتفرج بس، خلاص مش ذنبك ولا ذنبي، خلاص يعني اعمل اللي ما في الحلقه. المهم، في الحلقه دي هنلعب ماين كرافت سيرفر لاول مره في القناه، وتبقى اول حلقه طبعا في حاجة، عشان انا خليت السيت تبقى صحراء او تبقى ديزرت فيليج، معلش. فانا محتاج طبعا انا ولا بادي ولا معايا خشب ولا اي حاجة. دي اكبر كارثة. طبعا ده كويس انه انا نجيت، كويس يا جماعة والله ان انا هجيب، بس انا هجيب التي ان تي اللي تحت دولت و دايموند من اولها يا شباب، دايموند من اولها كده على طول. لا دي تبقى حاجة اسطورية يا شباب لو احنا بنعمل كده نسيت بصراحة. اوكي، لسه بنقول ان هي الحلاوة راحت فين. اوكي، ممكن نعمل من ده لو بقى معانا عصاية نقدر، لا برضو دولت هيبقى ليهم فايدة بعدين. البان دولت لو عايزين نروت كلب ممكن نستخدمهم عادي، ما فيش مشكلة في الكلام ده. اوكي، فطبعا يعني اما ما اذكركمش باهم حاجة في الحياة كلها ان انت تشترك في القناة، يعني ده شيء يفرحني جدا ان انا اكمل في السلسلة دي. المهم، خلينا نحط هنا، نحط طبعا كل صحابي اللي بيلعبوا على ماينكرافت بيقولوا لي انت ليه مش بتعمل، انه لو دخلوا على الموبايل يعني لما يعرفش انا بصور من الموبايل فبيخشوا على الموبايل بيقولوا لي مثلا ان انا مش ما عنديش سرفايفل. واو، حلو. بيقولوا لي ان انا ما عنديش وقت سرفايفل وكده، فمش معجبين قوي زي وكده، ان انا بعرف العب سيرفايفل والكلام ده وبعرف اعمل تحديات سيرفايفل. المهم، فعشان المره دي بقى اعرفهم ان انا بلعب سيرفايفل، هنلعب النهارده سيرفايفل المريم. والفيديو ده يكون يعني عشان اكسب مشاهدات، وبرضه عايز اشارككم فعاليه اللعب في السيرفايفل لانها فعاليه صعبه جدا. اوه ماي جاد، تي ان تي ده، وانتوا عارفين حبي للتي ان تي، يا حبي ليك يا تي ان تي. هنجيب طبعا التي ان تي عشان لو خسرناهم والله انا هكون زعلان جدا، لانهم مهمين جدا في حاجات، حتى مش التفجير بس، ليهم اهمية برضو. اوكي، الله، طب انا كده هطلع بقى ازاي؟ اوكي، هطلع ازاي كده؟ اوكي، نطلع كده. اوكي، يلا طبعا هتلاحظوا. اوه، ده انا بقى معايا حاجات كتير. هنطلع بقى ازاي؟ يا الله، هنطلع يعني اجيب من الكرييتور، يعني عشان كده من اولها نبتدي نستخدم الجيم مود. والله يا جماعه حاجه صعبه، سهله. المهم يعني خلينا دلوقتي نعملها كده خلاص ونخلص نقوم الموضوع المقرف ده. طبعا الناس اللي فاكره ان سيرفايفل سهله، سيرفايفل من اصعب الحاجات بعد هارد كور. طبعا بتوع هارد كور دولت يعني بسم الله ما شاء الله حظهم جميل.
فكرة. اوكي انا عندي فكرة، عامل زي باركور كده. مشكلة انا اوصل لجلسة ازاي يا معلم؟ اوكي يلا. طب ولا معايا ولا اي حاجة، حرفيا مش معايا اي حاجة. اوكي انا عايز اي بلوك ابنيه وخلاص. اوكي افضل حاجة ان انا اعملها دلوقتي ان انا اقعد اكسر من فوقي لغاية ما البلوكس تخلص، وانا نفسي ما اكونش طايل، واحط اي بلوكس عندي، اي بلوكس، حتى لو ما حتى يعني التشست ما بقاش ليه لازمة خلاص. دي اسوأ حاجة يا جماعة، في انك تبتدي من غير الاساسيات، دي اسوأ حاجة. اوكي يلا اي زفت وخلاص، المهم نقدر نطلع من هنا. اوكي قربت شوية، قربت جدا ان انا اقدر اطلع. الاخوة انا قربت بجد جدا. طبعا انا اسف للهرم، انا اسف ان انا اقتحمتك وكسرتك وشفتك، دي الحياة كده، استحمل عشان الدنيا ما تتحركش. اوكي خلاص مش فاضل كتير، هنطلع كده عشان اللي ينزل قبلها يكون اسيب له اثار، بقى اثار من التعب والكلام ده. طبعا يعني احلى حاجة ان انا لسه لغاية دلوقتي فيديو وصل 7 دقايق بس، ولسه انا ما عملتش اي حاجة. اتوقع ان الدنيا دي لسه الدنيا صوب. واو نسيت الباب. اوكي اهو الباب. طبعا بعد ما اخلص الرحلة المقرفة دي لازم اروح عند مكان مهم، وهو الفيلج. طبعا الفيلج دي من اهم الاماكن اللي انت لازم تروح. على العكس انا بديلها اهمية غير ان انا استخدمها في الاسلحة على طول. الميزة حلوة اوي. اوكي طبعا يعني هنكسر دي، محتاجينها. يلا خلاص محتاجين دي وخلاص، دي ممكن نستخدمها للبيت. رأيكم انا اتحدى الايرن جولم؟ لا بس حاجة دلوقتي اعملها ان انا اسرح. يلا نبتدي ساونها دلوقتي، واللي مش عاجبه ياكل. ده اسمها ايه، بيروت تقريبا، بيروت حاجة مش بيروت. لا انا ايه اللي انا بقوله ده، مش بيروت، بيروت تقريبا، ولا انا نسيت اسمه بصراحة. فمش حد بيتروت. بيتروت، انا كنت ليه بقول عليه بيروت، انا كنت هقول عليه فيروت بس قلت بيروت عشان حاجة بتتكسر في البيت. اوكي طبعا نكسر من هنا، 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 من هنا. طبعا كتير صعب قوي، وانا عايز اخد بسرعة وامشي عشان ما يجيليش الزومبيز. بس انا احسن حاجة عندي دلوقتي هو ان الايرون جالم موجود، اقدر اقعد هنا شوية لغاية ما يحصل حاجة مثلا او يحصل اي ظرف تاني. المهم كويس جدا 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 ان في فيلج، ان في اكل ينفع يتاكل. فانا مش عارفه انتوا سامعيني كده ولا لا، بس انا عايز اقول لكم ان المشكله بتاع الموبايل مش بيلقط صوت حلو خالص، وحش جدا، مش عارفه العب زي الناس، مش عارفه اكسر زي الناس برضو. المهم لو ممكن الفيديو وصل 10 دقايق ممكن اقفله، ولا كان في مشكله ايه؟ اصل انا بقعد كتير ونزلت فيديو احسن 15 دقيقة اليوتيوب هيقول لي فيريفاير اكونت، فيريفاير خرا ولا فيريفاير جبت ولا اي حاجه. انا دلوقتي محتاج خشب، يعني ابتدينا نحس بالمعاناه شويه. انا دلوقتي
شاب يعني بعدين اخر ثوري دلوقتي عايز يعني محتاج خشب حالي. اوكي. اوه لا اله الا الله، المشكلة ان انا مش عاملها كيب انفنتوري، مش مشغل التشيتس اصلا. الواحد اللي هيجي يقول لي انت غشاش مش عارف ايه، اديله بالقلم مشغل التشيت. لو مش مشغل التشيت مبقاش غشاش، حتى لو عامل المود ايزي او ايا كان. المهم انا عايز دلوقتي اعمل ايه، عايز اخلي اوكي تمام. اوكي بقى معايا 20، حلو حلو وايد يا الاخوة. اوكي نحط هنا، ناخد كرافتن تيبل نحطها بدل التي ان تي، طبعا هيجولنا لسه موجودين، هنحطه بدل الكتاب الغريب ده. طبعا الفيديو وصل 11 اوكي يلا الفيديو وصل 11 دقيقة، بس انا برضو محتاجة اعمل سيف او اي حاجة كده. اعمل كده نشوف، عايز عصاية يا انا عايز عصاية، محتاجة. اوه ده انا ابتديت ارمر تمام. اوكي ماي براذر، اوكي ممكن نعمل كده. اوه دايموند سورد، دايموند سورد ده من دايموند سورد على طول يا حبيبي، مفيش كلام دايموند سورد من اولها يا شباب كده دايموند سورد. لا ده انا حظي بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعه اللي يتمنى حظ زي كده يحط لايك، والله العظيم ما مش هقدر اشكر غير يا جدا. السيف المعفن ده احتياطي طبعا، انا هبتدي بالسيف المعفن او هبتدي بالعصاية وخلاص. اصلا لو في عصاية، في عصاية لا لسه هبتدي بعصاية، طبعا هبتدي ضرب بعصاية عشان النوتي اللي بيقل ادبه يتضرب. عشان تكونوا عارفين ان مش انا يتضرب عصاية على توتيتو ولا على ايده. انا والله العظيم فرحان قوي ان انا مش عايز افقد الموارد دولت، لان انا محاصر دلوقتي. لا من اول، لا 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 ما تجيبنيش ما تجيبنيش، لا 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 هيجيبني تيتي يا يا الاخوه يا اخواني ومش عارف مين. انا هخش هنا ونبقى نكمل الحلقه الجايه طبعا. بس كده يا عم بخلص الحلقه خلاص خلاص، هنساك وهنسى الورد السرفايفل لو ما سبتنيش. طيب معلش يعني مش البيت عندك كمان نص ساعة بس، حضرتك قوم شوية بس كده وافتح الباب واقفله، انا هنام هنا شوية. اوكي لا دولت ليه بيفتحوا الباب، انا في نفر ولا ايه؟ بس كده يعني طبعا الحلقة دي تكون خلصت لسه لغاية هنا. طبعا انا مش هعمل حاجة ورا الكواليس، كل حاجة تكون قدامكم عشان محدش يجي يقول لي جيم مود ومش جيم مود ومش جيم قرف. جابك هنا تاني، اطلع يا معفن انت بره، يلا ويك فيليج، قوم يا عم، قوم امشي يا عم امشي خلاص. اوكي بس كده سلام.